السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في الدرس ده عن ازاي نعمل سنيبت في سبلايم تكست، ومفهوم السنيبت يعني ايه سنيبت، وامتى استخدمها، والميزة دي تقدر تفيدني قد ايه في حياتي عموما. يعني دلوقتي انا عملت ملف عادي جدا اسمه index.html، تقدر انت تعمل ملف جديد وتسيبه في سبلايم تكست بالانترنت دوت. طبعا انا خليت السنتكس بتاعه لجافا سكريبت، تمام، سنتكس جافا سكريبت. انت ممكن تخليه HTML او whatever اللي انت عايزه. طيب دلوقتي السنيبت بالظبط، لو انا مثلا عايز اعمل اف مثلا كده، هتلاحظ ان في نتائج بتظهر لي، تمام. لو ضغطت انتر على واحده منهم هتبتدي انه يكتبها لي. هتلاحظ كمان ان سبلايم تكست في حاجه اسمها التاب انسرشن. يعني التاب انسرشن يعني هو بيبتدي ان هو يعلم لك على النقطه اللي انت واقف فيها، نقطه الوقوف الاولانيه ديت، ويبتدي ان انت ايه تقول له مثلا عشان تغيرها اف كونديشن. ده تقدر تغيرها بمنتهى البساطه، يساوي 15، تمام. وبعدين هتضغط تاب تاني، هتلاقي نفسك في ايه، في نقطة الوقوف التانية مباشرة من غير ما تنتقل بالماوس، وده سهل جدا. فديت هي السنيبت بمنتهى البساطة، هو كود برمجي انت بتكتبه مرارا وتكرارا كل يوم، وبالتالي انت بتحب ان انت ايه توصل له بمنتهى البساطة. تقدر تضغط اف وتاب على طول، بس لو ظهر نتيجة، لو ظهرت نتيجة في السيرش ده لازم تضغط انتر، ما ينفعش تاب. في حاجات تانية زي السيف مثلا كده، تمام، تقدر تضغط فيها تاب. السيف ديت اللي هي سيلف انفوكينج انونيمس فانكشن، دي انا اللي عاملها، وهعرفك دلوقتي ازاي تعمل سنيبت خاصة بيك. بمجرد ما بعملها بتلاقي فانكشن في جافا سكريبت، ده موضوع خاص بجافا سكريبت. يعني الدالة دي بتنادي نفسها عن طريق القوسين اللي في الاخر دولت، تمام. والدالة دي بنستخدمها عموما في جافا سكريبت علشان نخلي نقلل من عدد الجلوبال فاريبلز على قد ما نقدر، لان الجلوبال فاريبلز ديت عبارة عن باد براكتس في اي لغة برمجية كانت التوجيه، وفي جافا سكريبت الحديثة برضو كده. دلوقتي احنا لقينا الكرسر فين، او لقينا المؤشر بتاع الماوس فين، لقيناه في نص الداله بالظبط، وهو ده اللي انا عامله اساسا في الداله ديت. طب تعالى مثلا عايزين HTML5، تمام. لو جينا عملنا تاب وكمان تاب وكمان تاب، مش هتلاحظ ان ايه اي حاجه، هتلاحظ ان هو بيعمل تابات بعيد وخلاص. طيب لما نغير بقى السنتكس بتاعنا ال HTML5 او HTML عادي اي حاجة فيهم، وبعدين نبتدي ان احنا نكتب HTML5 في الكلمة دي بس ونعمل تاب، هنلاحظ على طول انه عمل لنا HTML document مناسب او يعني ينحاز او يسير على المعايير العالمية او المعايير الدولية اللي كل الناس بيستخدموها، او ال WCO organization حددتها يعني ل HTML document 5، تمام، HTML 5 document. طب ال الحاجتين اللي هي السنيبتس ديت انا بجيبها منين، او بعملها ازاي؟ هو في لها طريقتين، يا اما انت تعملها بنفسك يا اما انت تجيبها، تمام. بنجيبها من بمنتهى البساطه من الباكج كنترول، هتقول له انستول باكج كده اهوت، ولما يجيب لك يظهر لك الباكجز اللي موجوده عندك هتبتدي ان انت تقول له انا عايز سنتكس الفلاني، تمام، او سنيبتس للحاجه الفلانيه. بس هو ده عموما يعني مش الموضوع بتاعنا، يعني انت هتقول له سنيبت سي شارب سنيبتس مثلا، هي ديت انا ما سطبتهاش، عايز اسطبها، ماشي مفيش مشاكل نسطبها، تمام. ديت هتجيب لي السنيبتس بتاعت السي شارب كلها، لغة السي شارب عشان انا بشتغلها برضو. جميل جدا. طيب دلوقتي فهمنا ايه من موضوع ال HTML. ال HTML 5 اشتغل لما عملت السنتكس ال HTML، وما اشتغلش لما كان جافا سكريبت. فهمنا انه السنيبت ديت بتشتغل على نوع ملف معين، تمام، يعني ما ينفعش اكتب ده، عشان لو جيت كتبت سيف كده جوه ملف HTML وبعدين مش هيظهر لي ايه، هتلاحظ مش هيظهر لي اي اختيارات، بس هتترجم ليه، هتترجم لان انا عامل سيلف انفوكينج انونيمس فانكشن جوه ملفات ال HTML برضه، يعني عامل سنيبت تانية غير السنيبت اللي انا منزلها، او غير السنيبت الاولانية بتاعت جافا سكريبت لملفات ال HTML. ليه؟ علشان احيانا الناس بتكتب تحب تكتب جافا سكريبت في ملفات ال HTML نفسها، وانا بحب، وانا من الناس ديت، يعني ما بحبش ان انا اعمل كل حاجة ملف في جافا سكريبت، يعني انه جود براكتس يعني، بس احيانا الواحد بيكسل وخلاص. طيب ازاي اقدر اعمل سنيبت جديده في سبلايم تكست؟ بمنتهى البساطه هتدخل على
تولز، وبعدين من تولز سنيبتس. طبعا دي الاول تقدر تجيبها من هو، يعني انت ممكن تقدر تجيب السنيبتس المتاحة من خلال تقدر تدخل على السنيبتس وتدور على السنيبتس المتاحة، مش لازم تكون انت حافظها. وتبتدي ان انت تختار مثلا الاريا والاوديو والكانفاس، يعني مثلا انا عايز حاجة للكانفاس هبتدي ان انا، او الاوديو هبتدي ان انا ايه اكتب اوديو تاج، هيجيب لي الاوديو تاج مظبوط كما ينبغي. او بمنتهى البساطة ممكن اكتب اوديو كده اهوت واضغط تاب، او مش لازم ممكن اعمل تمام. هو هنعملها بالسبيل احسن علشان في حاجات ملهاش تاب تريجر، وهنعرف ايه هو التاب تريجر. تمام، بمنتهى البساطة هتبتدي انت تقول له من قائمة تولز او من القائمة المقابلة ليها في الماك، هتقول له نيو سنيبت، هيبتدي يفتح لك ملف زي دوت. الملف ده كل اللي هتحتاج تعدل فيه بس هو السطر دهوت. هنلاحظ ان كاتب لك هالو ذيس از سنيبت، تمام. هنخليها زي ما هي كده، ونخلي التاب تريجر بتاعها هنضغط كنترول وفورورد سلاش او كوماند فورورد سلاش على الماك علشان نعمل التاب تريجر. التاب تريجر هو الكلمة اللي لما نضغط بعدها تاب يبتدي ان هو يشغل لنا، يكتب لنا الايه السنيبت ديت. وفي الحاله بتاعتنا لما كنت عامل السيف، والحاله الاخيره ديت لما جيت عملت الاوديو وما اتعملش، وقلت لحضرتك ان هو ما اتعملش عشان ما كانش له تاب تريجر، يعني ده كان كومنتد كده تمام. طيب انا عايز اشيل الكومنت باي لغه برمجه، لو انا حتى احط كومنت في اي لغه برمجه مش لازم احفظ طريقه عمل الكومنتات. بمنتهى البساطه بالكنترول والفورورد سلاش هقدر اعمل كومنت في اي لغه برمجه على سبيل المثال، تساعدني مفيش مشاكل. طيب دلوقتي السكوب ده هوت السكوب، يعني يشتغل في انه ملفات وما يشتغلش في انه ملفات. لو سبته زي من غير سكوب كده هيشتغل في كل حاجه. لو حطيت له سكوب، يعني قلت له سورس دوت بايثون او سورس دوت اتش تي ام ال 5 مثلا، هيبتدي انه ما يشتغلش غير في الملفات اللي هي من النوعيه دهيت. فهنتراجع ونخليه سورس دوت بايثون، وبعدين ايه هنرجع تاني على السطر كله، نبتدي ان احنا نعلم السطر كله بالكوماند او الكنترول فورورد سلاش عشان نعمله علشان نعمله الكومنت دي، يعني علشان ما مش عايزين اساسا ايه سكوب. طيب جميل جدا، السكوب ده ممكن نعلمه حاجه تانية، او ممكن نعلمه حاجه تانية بمنتهى البساطه. لو انت جبت سيف السنيبت فايل بتاعك دوت جوه فولدر انت سميته مثلا اتش تي ام ال، عليكم على سبيل المثال يعني. فخلينا دلوقتي نسيف الملف الاول عشان ناخد فكره عموما. يعني دلوقتي لا، هتلاقي في فولدر اسمه باكجز يوزر. الباكجز يوزر دوت انا هنكريت فيه ملف جديد تمام، وليكن هنسميه اتش تي فولدر جديد هنسميه اتش تي ام ال تمام. لو ما حتى لو انا مش عامل له سكوب في الحاله ديت، لو انا حاطه في فولدر باسم اللغه بيحمل اسم اللغه، هو اوتوماتيك على طول سبلايم هيفهم انه سكوب ديت وذيس لانجوج تمام. وده يستحسن انت تعمل حاجه زي كده، ويستحسن ان انت تحط الحاجات بتاعتك الاستيميتس بتاعتك في ملفات منظمه، مش علشان هو يعمل لها سكوبنج. انت ممكن تغير اسم باش ده اسم اللغه، لكن علشان ما تبقاش سايحه على بعضها، تبقى حاجات الجافا سكريبت لوحدها وحاجات الاتش تي ام ال لوحدها وحاجات الروبي لوحدها. هنسميه دلوقتي مثلا ايه هالو، نسمي الملف دوت سبلايم سنيبت بالشكل دهوت. ولازم نلاحظ ان سبلايم سنيبت سبلايم داش سنيبت لازم تنكتب كده، والا مش هيقدر يتعرف عليها اللي هو برنامج ايه سبلايم تكست. لو جينا احنا دلوقتي احنا سيفناه خلاص اهوت، لو جينا كتبنا هالو وبعدين ضغطنا تاب في الاندكس دوت، خلينا بس نغير ال السنتكس، نخليه لسنتكس ال HTML تمام. تمام، اول ما حطينا الكلمه الجديده هو كان بس محتاج يعمل ريفرش، وعملنا تاب مباشره كده اهوت، اتنين تاب ورا بعض.
ابتدى انه يقول لي هالو ذس، وراح محدد لي اول ستوب بوينت تمام اللي هي ذس، وذس از اسنيبت هنخليها ذس از التكست. فهو بيحدد لك الكلام اللي المفروض يتغير، وبيبقى موجود مكانه كلام بليس هولدر حمل ليه بمعنى. طيب جميل جدا. الكلام اللي المفروض يتغير ده بنعمله ازاي، او الستوب بوينت دي بنحددها ازاي؟ بنحددها عن طريق ان احنا نحط دولار ساين وبعدين كيرلي بريس، وجوه الكيرلي بريس ديت بيبقى فيه رقم، يعني رقم الستوب بوينت او الواحده هتوقف عندها، وبعدين كولم، وبعدين البليس هولدر او الكلمه اللي هتبقى موجوده وهتبقى متحدده عشان تتشال، بتشرح المفروض ينكتب جواها ايه. لو تفتكر برضو لو احنا رجعنا كده اهوت، عملنا كنترول واي وشلنا الكوماند اي وشلنا، قلنا غيرنا السنتكس دهوت للجافا سكريبت تاني، ونبتدي ان احنا نعمل اف، هنلاحظ ان اول ما نضغط هنلاحظ ان البليس هولدرز هنا او الكلمات الدلاليه هنا بتقول لك ان انت المفروض تكتب هنا الكونديشن والاكسبريشن يبقى تحت تمام. لو ضغطت تاب هيوديك على الستوب بوينت الثانيه او نقطه الوقوف الثانيه اللي هتكتب فيها الكود بتاعك، وبالتالي ده هيسهل لك كمبرمج ان انت تفهم ده بينكتب فيه وده بينكتب فيه ايه. يهمني جدا ان انت تعمل سنيبتس على قد ما تقدر للحاجات اللي تقدر تستخدمها يوميا باستمرار، زي مثلا السيف ده هي سيلف انفوكينج انونيمس فانكشن. اسم الملف هو الشرح بتاعه، يعني لو جيت عملت كده اهوت تمام هتلاحظ ان السيف ديت هي التاب تريجر بتاعي، واللي جنبها دهوت هو اسم الملف اللي بينتهي في دوت سبلايم سنيبت تمام. تمام ما جت انتر هيبتدي ان هو يحوله لي السنيبت ديت، وبكده يبقى قدرنا ناخد فكره عامه عن ازاي ان احنا نقدر نعمل سنيبت في السبلايم تكست 3، وازاي نقدر نستخدمها، وازاي نعمل لها انسرشن سواء بالتاب بالدبل تاب او التاب على الماك او الانتر على الويندوز او الريتيرن على الماك. وكده يبقى خدنا برضو الفكره العامه ديت، وان شاء الله الدرس الجاي باذن الله نعرف ازاي نستفيد منها اكتر، وهنعرف برضو اضافات جديده لسبلايم تكست 3 هتفيدنا اكتر في حياتنا.